شاركت الأسبوع اللي فات في حفلة العيد الوطني لسلطنة عمان وبتحضر دلوقتي لسنجل جديد. درست الإعلام ودخلت الفن بالصدفة سنة 95 لما كانت في حفلة لأختها رانيا وقابلت المخرج سيمون أسمر اللي نصحها بالغنى. قدمت 9 ألبومات وعدد كبير من الأغاني الوطنية والسنجلز وجربت التقديم التلفزيوني في برنامجين. أريام هي ضيفتنا النهاردة في ستار تراك. على الانستغرام عندها 228 ألف فولوور ومن آخر اللي نشرته ريبوست لبوستر حفلة هتحيه مع عبد الله بالخير بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي وعلقت في انتظاركم وكل عام وإماراتنا بألف خير. وفي صورة تانية عايدت صديقتها جوال وكتبت لها هابي بيرثدي جوال I love you so much. أريام نشاطاتها كتيرة وبتخلي متابعينها دايما أبديتد بالصور والفيديوهات كمان ومنهم خلال مشاركتها في حفل العيد الوطني لسلطنة عمان. هذه عمان العز والشان كل يوم فيها يشبه العيد وكمان فيديوز لمقابلاتها الإعلامية. وزي كل النجمات بنشوف صور كتير من اللوكس المتنوعة بتاعتها فأحياناً بتختار العبايات المميزة أو فستان قصير بالإضافة لفساتين السهرة. أريام كمان بتحب تتصور ميرور سيلفي. على تويتر عندها 35700 متابع وهي مش أكتف عليه خالص وآخر تغريداتها كانت من أكتر من 3 شهور وكانت دعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وكمان تغريدة فيديو خلال مشاركتها بحملة علق بإيجابية أنا انضميت لدعم مبادرة صحيفة الاتحاد المجتمعية وانتوا بعد شاركوني على هاشتاج علق بإيجابي. أما على الفيسبوك ما عندهاش أي صفحة رسمية.